هنبدأ في موضوع كده اسمه acute ischemia. acute ischemia مهم جدا، لأن هو سنة يجيب acute، سنة يجيب acute ischemia، سنة يجيب chronic ischemia، سنة يجيب acute، سنة يجيب chronic، يعني عمال يتنطط ما بين هنا وهنا. والسنة دي يمكن تطلع على acute مش على chronic. طيب يعني ايه كلمة acute ischemia؟ كلمة acute ischemia لو أنا عندي أصل أهوت، معنى كلمة acute يعني sudden and complete obstruction of the arteries. sudden and complete. أصل هو لو ما كانش sudden وبقى gradual وبقى incomplete يبقى أنا بتكلم على إيه؟ على chronic ischemia. خلاص كده؟ طيب يا ترى إيه اللي يعمل لي sudden and complete obstruction؟ ثلاث أسباب أساسيين. إيه هما الثلاث أسباب دول؟ أول حاجة الامبوليزم اللي انا بسميها امبوليك اكيوت اسكيميا اند ذيس از موست كومن كوز. امبولاي دايرك من اي حته فجاه من اطفالك الارض. طيب ثرومبوتيك اكيوت اسكيميا ثرومبوزس فيري ريل شويه. رقم ثلاثه ارتيريال انجن، ان شاء الله لما تيجي تنتحر قبل او بعد التحام الجراحه مش هتفرق خلاص كده، وتقطع مثلا الريديال ولا تقطع الريديال، فده يعتبر ايه؟ اكيوت اسكيميا. اما ايه؟ عملت كومبليت. طيب يبقى انا عندي اسباب الامبوليك الثرومبوتيك الارتيريال انجن في الامتحان، اما يجيب لك الاكيد اسكيميا كلها على بعضها وعيش حياتك بقى في المواضيع كلها، او ديسكاس امبوليك او ديسكاس ارتيريال انجن الثرومبوتيك ما بيجيش، بقول لك ليه ما بيجيش لوحدها. خلاص امال لما احب اجيبها بيقول لك ثرومبو امبوليك ثرومبو امبوليك، واقول الكلام ده في الاخر. خلينا نمسك موضوع موضوع، أنا هتكلم على أول حاجة ودي اللي هتاخد يمكن 90% من الحصة و10 دقايق في الآخر هتكلم على الأطفال الإنجن، 90% هتكلم على الإمبوليك أكيوت إسكيميا. أنا هتكلم دلوقتي على عشان الناس ما تسرحش معايا إمبوليك أكيوت إسكيميا. طيب أول حاجة لو جيت قلت لك إيه الإتيولوجي؟ الإتيولوجي يعني سورس روك إيه مضاد؟ يعني ايه السورس اوف امبولار؟ خدتوها انتوا في البطن؟ السورس ذا موست كومون ممكن يبقى كاردياك مش كده؟ ممكن يبقى ارتيريال وممكن يبقى فينوس. كاردياك ذا موست كومون سورس اوف امبولار مش كده؟ زي اي اف مثلا، زي سب بكتيريال اندوكاردايتس مثلا، زي البروسيتيك فالز، كل دي تعمل لك سومبرز وديتكشن تعمل لي ايه؟ شاورز اوف امبولار في الجسم كله. طيب ارتيريا بروكسيمال ارتي مثلا، يعني انت عندك ارتي اهوت في مثلا حصل اسبسكلوز والاسبسكلوز عملت سومبس والسومبس ديتكشن. خلاص يبقى ده مثلا ادي سبب، يبقى الاسبسكلوز عمل لي سومبس اللي هي ديتكشن عملت انبولات. او انيوريزم، واحد عنده انيوريزم مثلا والانيوريزم عملت سومبس والسومبس برضه ديتكشن عملت انبولات، يبقى دي انيوريزم. طيب فينوس فين؟ ده يا جماعه السومبر تبقى بالفين ودي مش سطوح الارض. خدتوها انتوا في البطن. ازاي الفين؟ ده لو انت عندك القلب اهو. خلاص؟ انت المفروض عندك بس الفين والفين والفين، المفروض الدم بيجي لك فينوس رينج هنا ويجي هنا، يقوم داخل على البلمون الفين يخش على اللنج ويعدي الناحيه الثانيه، بعد كده يروح للاورطه، مش كده؟ مش دي السكه؟ طيب السؤال ازاي تبقى مثلا في عندك مثلا زي دي بي دي مثلا، واحد جاله دي بي دي خلاص؟ الدي بي دي يوم ما هتتفصل تعمل امبولاي، المفروض مش كده، هتيجي هنا، هتيجي كده، هتيجي كده، هتيجي كده، ايه اللي هيحصل؟ تروح وقت اللنج تعمل لك بالمون امبوليزم. السؤال بقى ازاي الامبولاي تيجي لك من الفين توصل الارض توصل الناحيه الثانيه؟ خدتوها انتوا في البطنه، اللي احنا بنسميها بارادوكسيكال امبولاي. بارادوكسيكال امبولاي لما يكون مثلا سي بي اس دي او اي اس دي، يعني السيستم ده مفتوح او السيستم ده مفتوح، بالتالي الامبولاي هتيجي كده تقوم بعديها الناحيه الثانيه بس خلاص، يعني تقوم يبطل ضمك مش هتعدي على الضم. طب لو عدت على الضم ايه اللي هيحصل؟ تقف تعمل بالمونيا امبوليزم. خلاص كده يبقى في اس 3 او اس 3، او لو واحد حظه يعني كده يقول لك مايكرو امبولاي صغيره قوي بحيث ان هي ايه؟ تكون ضمك وتعدي الناحيه الثانيه. كل ما اقول الاسباب دي خدتها في البطن اللي احنا بنسميها ايه؟ بارادوكسيكال امبولاي او بارادوكسيكال امبولاي. يبقى ده الكود ضمان تقوم الفوز ده كاونتيا ده الاساس عنه. طيب تعالى سياده كمان خش
pathology and the pathogenesis of acute ischemia. ويمكن ده مهم جدا اللي بالنسبه لي النهارده لان ده كده. طيب انت عندك الامبولاي ماشيه في السيركيليشن تمام؟ يا ترى هتقف فين؟ يعني اول حاجه الستارت وايه اللي يخليها تقف؟ يعني المفروض طول ما السيركيليشن ماشيه ايه اللي يخلي الامبولاي تنزل؟ يعني ايه السبب؟ يقول لك السايت اوف اكيوت امبوليك اسكيميا از سايت اوف بايفوركيشن اوف اني فيزل. حاجه اسمها ايه؟ بايفوركيشن. يعني ايه بايفوركيشن؟ يعني تفريع اي بلاد فيزل يا جماعه، تفريع اي بلاد فيزل مثلا ايه؟ انت بتتكلم على تريكيال يتفرع على ريديال والنر، بتتكلم على ايليك اكسترنال انترنال او فيمور سوبرفيشال وديب، ايا كان التفريع. انت عندك الامبولاي ماشيه 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 تقوم لازقها عند السايت اوف بايفوركيشن. طب اشمعنى؟ بالظبط كده زي ما انت راكب عربيه وبتحول يمين او شمال، اول ما تيجي تحول بتعمل ايه؟ لازم بتهد السرعه بتاعتك الاول كده ولا لا؟ ما ينفعش تحول بالسرعه بتاعتك، اول ما تهد ايه اللي يحصل؟ تقوم الامبولاي لازم. يبقى اشمعنى از ذا سايت اوف بايفوركيشن؟ لان ذا سايت اوف سلوينج اوف سيركيوليشن. يعني السيركيوليشن بتهدى، بتهدى في السرعه بتاعتها، اول ما تهدى ايه اللي يحصل؟ تقوم الامبولاي لازم. خلاص كده؟ طيب حصل ان الدنيا قفلت عند السايت اوف بايفوركيشن. ايه اللي هيحصل؟ ايه السيكوينج او السيكونسز؟ او نفترض هديك اكزامبل على اللور ليمب مثلا. هديك اكزامبل على اللور ليمب، عندك الريج لاين. خلاص؟ جات لك الامبولاي قامت قافله لك الفيمور مثلا زي من فوق، قفلت لك الفيمور. انت عندك الرجل دي عباره عن ايه؟ عباره عن سكين، عباره عن سوفت تيشو ماسلز يعني، وعباره عن نيرفز. مش كده ولا لا؟ طيب يا ترى اول حاجه هتتاثر اول ما الارض يتقفل، اول حاجه هتتاثر ايه؟ اول حاجه هتتاثر ده بيجي لك في الام اس كيو النيرف طبعا. دي اول حاجه هتتاثر. خلاص كده؟ بس خد بالك ان السنسري بتتاثر اكتر من الموتور. والحاجه الثانيه نيرف دامج ليفر اوكير. نفهم الكلام ده. اديك تفسير ليه النيرف اول حاجه بيتاثر، او اديك حاجه انتوا كلكم عارفينها، انت لما تقعد فتره طويله بتحس ايه اول ما تيجي تقوم رجلك ايه؟ بينمنك. ليه؟ بس لما قعدت فتره طويله على بالذات على حافه مثلا كوتش ولا بتاع قفلت الايه؟ قفلت الارضي، مش كده ولا لا؟ ايه اللي يحصل؟ اول حاجه تحس بيها ايه؟ تنميل مكملات تنجل المنظر، ده معناها ان النيرف اول حاجه بيتاثر. لو ايه؟ واول حاجه فعلا هي التنشن التنميل والخذلان، مش كده ولا لا؟ يبقى دي اول حاجه. بس خد بالك نيرف دامج نيفر فوكيل. يعني ايه؟ انا بالظبط بشبهها زي السلك. انت جيت مثلا كنت فصلت السلك ده بيوصل تيار كهرباء، انت جيت شديد الفيش بس. هل هيقدر يوصل تيار كهرباء؟ لا، ولكن السلك سليم. رجع تاني الكهرباء ايه اللي هيحصل؟ هيرجع يوصل تاني. طب ده معناه؟ معناها ايه؟ معناها يا دكتور ان السنسيشن اللي بالنص ديت از ريفيزبل. ريفيزبل يعني ايه؟ وانت ان سيادتك عملت ري سيركيوليشن تاني ايه اللي هيحصل؟ السنسيشن هترجع تاني. بدليل انت سيادتك لما تيجي تقف بعد التنميل والخذلان شويه كده ايه اللي بيحصل؟ التنميل والخذلان بيروحوا. هي كده بالظبط. يبقى النيرف اول حاجه افكتد، السنسوري قبل الموتور، وكلمه نيفر دامج نيفر اوكي دي مهمه. ده معناها ان ايه؟ الديس ريفيزابول بترجع تاني، يعني بعد ما تفك الاوبستراكشن السنسيشن هترجع تاني طبيعيه. ودي من 10 تظبطها. طيب رقم اثنين، ثاني حاجه بتتاثر، ده ايميديت. ثاني حاجه بتتاثر هي المصر. يقول لك المصر بتموت في خلال 6 ساعات. بعد 6 ساعات مصر بينجيب بتحصل. كلمه 6 ساعات دي مهمه جدا. ده معناها ايه؟ انك غصب عنك لازم تتدخل قبل 6 ساعات. مش دي المعلومه اللي انتوا خدتوها في الهايبرد اكسبشن في البطنه؟ انك لازم تاخد الايدي للسيبتو كارنيز او اليورو كارنيز ويزن 6 اور. طب اشمعنى كلمه 6 اور دي؟ لان اي عضله في الجسم يا جماعه بتموت بعد 6 ساعات. يعني انت قتلت براسه الضار يبدا الكارنيز يحصل في العضله امتى؟ بعد ال6 ساعات دول. اتدخلت قبل 6 ساعات في الوباس العين رجع تاني، اتدخلت بعد 6 ساعات ايه اللي هيحصل؟ امبيوتيشن خلاص. يعني كان جاي خلاص. خلاص بقى؟ يبقى كلمه 6 ساعات دي مهمه لان اخدها في التريتمنت، لازم تتدخل امتى؟ قبل ال6 ساعات دول. طيب رقم ثلاثه، اخر حاجه بتموت هي السكن، وخد بالك مش اول حاجه زي ما انتم متخيلين. اخر حاجه بتموت في رجلي هي السكن. وبتموت بعد امتى؟ بعد 24 ساعه. الله، واحد يقول لي يعني يا دكتور الجنجرين بيحصل جوه الاول قبل بره؟ ايوه. يعني تعالى هقول لك حاجه، جاي لك 12 ساعه مثلا.
بعد 12 ساعة من الاوبستراكشن. الرجل من بره اخبارها ايه؟ سليمة، شكلها سليم، ولكن العضلة من جوه اخبارها ايه؟ جنجرس. يبقى برضه كده كده هتعمل امبيتيشن. واحد يقول لك الله، يعني الجنجين مش باين بره ولكن ايه؟ ده هو جوه. سيب بقى الرجل بعد 24 ساعة يبدا الجنجين يظهر فين؟ على الجلد من بره. يعني الجنجين بيحصل من جوه قبل بره. يبقى السيكوالي ترتيب الاحداث، انت حصل اوكيوشن راس صدايا، عرفت الصايد ايه هو؟ تمام؟ بعد كده عرفت ان ايه؟ اول حاجه بتأفكتد هي النيرف، بس النيرف ده مش نيرف اوكي. رقم اثنين المصل بيموت في خلال 6 ساعات، الجلد بيموت في خلال ايه؟ 24 ساعة. طيب. تعالى سيادتك نقول برضه حاجة مهمة. أي رجل في الدنيا أو أي أرض في الدنيا ماشي معاه حاجتين. ادي الارض اهو ماشي جنب منه بين، يا ريت ما تبصش في المذكرات دلوقتي لان انا هتنطط دلوقتي. ماشي جنب بينه بين، مش كده؟ وربنا خلق لي حاجه اسمها كل لسر في قلب الارض، مش كده ولا لا؟ ادي كل لسر. طيب المنظر ده سيادتك نورمال، كل لسر دي مقفوله ولا مفتوحه؟ في الحصه اللي فاتت ان 90% منها مقفول و10% بس هو منها الايه؟ اللي مفتوح. تمام؟ طيب انا عايز اعرف دلوقتي حط اوبستراكشن اهو، عايز اعرف تاثير الاوبستراكشن ده على البين وعلى الكولكتر، على البين وعلى الكولكتر، على الاثنين دول اللي ماشيين كده دلوقتي. انا عايز تاثيرها على الرجل، على السكين والمصل والنيرف. تعالى بقى نشوف تاثيرها على البين وتاثيرها على الكولكتر. امسك اول حاجه الايه؟ الكولكتر. المفروض نقطة لو ربنا خلقها للكولاتر دي المفروض عشان تفتح مع اي اوبستراكشن، عشان تعديل الدم وبيبقى الاوبستراكشن. طيب هل الكولاتر دي هتلحق تفتح؟ لا. ليه؟ لان الاوبستراكشن هنا زي ما بدات لكم بالموضوع اديت صادم. صادم ما يدينيش الفرصه ان الكولاتر تفتح. لا، والانح كمان بقى ان ال 10% اللي موجودين دول كمان ايه؟ هيقفلوا. القاعده العامه بقى ودي تحفظها زي اسمك، نو كولاتر امبوليك، مش اي اكيد اسكيمي، امبوليك اكيد اسكيمي. امال الثرومبوتيك ممكن يبقى فيه كولاتر، الارتيريال انجا ممكن يبقى فيه كولاتر. لا، ده الامبوليك اكيوت اسكيمي ذير از نو كولاتر. كلمه نو كولاتر يعني حتى اللي كانوا مفتوحين ايه اللي هيحصل؟ هيتقفلوا تاني. طب ليه؟ اول سبب رقم واحد يقول لك نتيجه ريفليكس فازو سباز اوف ذا كولاتر. ريفليكس فازو سباز يعني ده يقفل يوم ده قاف، يعني لو ترحم ولا تروح من البطانه تاني ريفليكس فازو سباز. رقم اثنين هو سؤال الامبراي اللي جاي لك ايه؟ امبراي واحده؟ يعني الهارد يوم ما هتطلع لك هيطلع لك واحده؟ طب بيطلع حاجه اسمها شاور واحده جت قفلت هنا. طيب المفروض نورمال الدم بقى هيمشي فين؟ هيمشي في 10% المفتوحين، هيمشي كده كده كده، يقوم الامبراي الثانيه تقف سلام. دي ستة طيب وين؟ هو الدم اللي جاي ده حق محمل بالامبراي كمان، مش كده ولا لا؟ يقوم قافل لك الايه؟ الكولاتر. يبقى رقم اثنين نتيجه ايه؟ الشاور اوف امبولاي. رقم ثلاثه سيادتك لما حصل الاوبستراكشن هنا الدم اللي في الحته دي اخباره ايه؟ ايوه هيعمل ايه؟ ترومبس، مش كده ولا لا؟ ترومبس دي هتكبر 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 هتكبر، عملت ايه؟ قفلت لي الايه؟ الفتحات بتاعت الكولاتر. يبقى رقم ثلاثة نتيجة اكستنشن اوف الصوم. أنت عندك ثلاث أسباب يقفلوا لك الكولاترز بقى، مش يفتحوها لك، لا ده ال 10% اللي مفتوحين يقفلوهم لك كمان. نتيجة ريفليكس فازوس بس، نتيجة شاور اوف كابولاي، نتيجة اكستنشن اوف الصوم. الكولاتر لما تقفل ده حاجة وحشة ولا حاجة حلوة؟ حاجة وحشة جدا. ده معناها ان المونيفستيشن بتاعت الاسكيميا اخبارها ايه؟ تبقى مور سيفير، مور سيفير في الجمبوليك عن الثرومبوتيك والارتيريال انش. خلاص كده؟ عشان كده في الكونيك اسكيميا لما اقول لك الكونيك اسكيميا، الكونيك اسكيميا ده جراديوال، مش كده ولا لا؟ الكولاتر ده هتفتح ولا لا؟ هتفتح. ده ممكن عادي الكونيك اسكيميا يبقى اسيمتوماتيك، وده هياخده هناك اسيمتوماتيك ليه؟ لما الكولاتر كلها تفتح. ايه رايك؟ والدم ما هيكمل عادي، مش مشكله، مش كده ولا لا؟ خلينا هنا في الاكيد سكيميا. ايه؟ يبقى انت خدت تاثيرها على ايه؟ على الكولاتر. تعالوا نشوف تاثيرها على ايه. القاعده العامه يا جماعه في الفاسكولار سيستم، الارض بيأثر على البين والبين يأثر على الارض، الاثنين يأثروا على بعض. لما انا اخد الارتيريال اقول لك ان الارض لما يسد البين بيحصل له ايه؟ ريفليكس
هذا الباب اوف ذا بيت، يعني النيل. يعني يوم الارض بيتقفل مش واحده هتسد يلا مش لوحده خلاص كده. المركب بتغرق مش شغال لوحده، اكيد كله معايا. ده هيتقفل وده هيتقفل، نتيجه البيت ده هيتقفل نتيجه ايه؟ ريفليكس باث اوف باث اوف ذا بيت. وان شاء الله لما اجي اخد البينا سيستم، لما اجي اخد الدي في دي، اجي اقول لك لما يحصل دي في دي هنا اهو ايه اللي يحصل؟ ريفليكس باث اوف باث اوف ذا ارض، يعني النيل ده يتقفل ده يتقفل، الاثنين بيحصلوا على بعض. طيب سيادتك لما ده يتقفل هيحصل ريفليكس باث اوف باث اوف ذا بيت، ايه اللي هيحصل في اللور ليمب؟ كونجيشن، هيحصل اديما مش كده؟ سؤال الجنجرين لما هيحصل؟ زمان قالوا لي في نوعين من الجنجرين، دراي وميل مش كده ولا لا؟ الجنجرين اللي هتحصل هنا هتبقى ايه؟ ميل جنجرين نتيجه الاديما مش كده ولا لا؟ يبقى اللي بيحصل يا جماعه في الاكيوت اسكيميا از ميل جنجرين. يبقى لما تسال في الشفا يا ابني نوع الجنجرين اللي بيحصل مع الاكيوت اسكيميا تقوم قايل له ايه؟ ميل. هيقول لك ليه؟ أبسط سؤال ليه؟ عشان ريفليكس باز باز اوف ذا بين، معرفش ادور، كمان بقوله كله مكتوب. خلاص كده؟ ريفليكس باز باز اوف ذا بين، بالتالي ايه اللي هيحصل؟ هيحصل اديما كونجيشن. فهمنا؟ يبقى انا خدت في الباثولوجي دلوقتي. السايت اوف كونستراكشن، عايز تجيب المايك بتقع فيه، دي مش مهم. خلينا على الكلام المهم. حصل كونستراكشن، انت وانت بتذاكر. تأثيرها على اللي هو ليف، تأثيرها على مصر ليف، تأثيرها على الكولاترال، تأثيرها على الريف. خدت بالك تأثيرات اهو. تأثيرها على اللور ليب وعرفت ان النيرف اول حاجه بيتأثر بعد كده المنصب بعد كده تأثيرها على الكولاترال قلت لك الكولاترال كلها بتتقفل حتى اللي كانت مفتوحه بتتقفل. تأثيرها على الفين بيحصل ريفليكس باث باث في الفين فبالتالي ايه؟ بيحصل بوست جنجل. ادي ثلاث كلمات اهو. تأثيرها على اللور ليب، تأثيرها على الفين، تأثيرها على الكولاترال. ايه المفروض يتقال في الشفوي؟ البروجنوزز يعني بتاع الاكيد اسكيميا بيعتمد عليه. يعني في عيان جاي لي مثلا دخل في جنجين في ساعتين، عيان تاني دخل في جنجين في اربع ساعات، عيان تاني دخل في جنجين في ست ساعات، عيان تالت وهكذا. خلاص واحد عملت له امبيوتيشن الثاني عليك تو ميديكال الله. طب البروجنوزز بتاع الاسكيميا عامه على فكره مش اكيد اسكيميا بس، البروجنوزز الاسكيميا بيعتمد على ايه؟ ثم يجي وضعها على كذا فاكتور. كذا فاكتور. ايه هم الفاكتورز دي؟ رقم واحد يقول لك يعتمد على السايد اوف اوبستراكشن. هو انت قفلت الفيزل من فوق خالص ولا قفلت الفيزل بلانش؟ هتفرق؟ هتفرق. رقم اثنين بيعتمد على الكولاترز مش كده ولا لا؟ ما الكولاترز لو موجوده ومفتوحه يبقى خير وبركه لو معقوله تفاصيل. رقم ثلاثه بيعتمد على الريت، هو اتقفل صادم ولا جراديوال؟ ما هو لو صادم الكولاترز مش هتلحق تفتح، جراديوال هتلحق تفتح. سياسه هيعتمد على التايم، التايم اوف انتربشن انت دخلت امتى؟ دخلت قبل ست ساعات ولا دخلت بعد ست ساعات؟ فاهمني؟ طيب في عندك كذا فاكتور ما يلزمونيش، المهم الحظ ده طبعا ان كل ده شبه لحد كده كل اللي انا قلته ده اهو فهم للنظري شطر ايه تفهم بدايه مذاكرتك الحقيقيه اللي هي الفين كومبليكيشن كلينيكال بيكشر انفستيجيشن اند يعني الصفحه اللي هي النص الاولين دول يا جماعه قرايه لايت كده ما تعرفش فيها حاجه. قال لي تنظر المانجمنت اوف امبوليك اكيوت اسكيميا. يا ابني بقى لو جيت قلت لك ونوقع فهمك ده ايه الفيت اوف اكيوت اسكيميا؟ الفيت واحد قال اكيوت اسكيميا والله على حسب الدكتور انت دخلت بعد ست ساعات ولا قبل ست ساعات؟ بعد ست ساعات يبقى الجنبين حصل والامبيتيشن اذا حصل. قبل ست ساعات حاجه من اثنين، يا العيان هيرجع كومبليتلي نورمال او العيان يرجع في كل تسكيل. يعني انت ما طلعتوش كويس، ما بكيتش الاوبستراكشن كويس، سبته ضيق سنه، العيان هيقعد يشتكي مدى الحياه منين؟ من كل تسكيل. يعني الاكيد اتحول لايه؟ دكتور. ده الفيل. الكومبليكيشن ايه الكومبليكيشن اوف اكيد سكيمي؟ سالك ايه السؤال؟ صح. رقم واحد بس ما تقولش جنجرين وتسكت، لازم تكتب ايه؟ مويست جنجرين، اعتقد عرفت ليه خلاص. رقم واحد، رقم اثنين كرونيك اسكيميا مش كده؟ رقم ثلاثة دي في تي طويلة أوي دي في تي خلاص مش أنت قلت لي من شوية إن الأرض لما بيتقفل البين اللي جنب منه بيحصل له ريفليكس باث باث يا أنت تعالى افتح الأرض البين يفضل مقفول بإيه؟ نص ونص أنت لما حصل ريفليكس باث باث إيه اللي حصل؟ حصل صومبوس دي في تي دي في نصومبوس نكتة بقى تسلك الأرض البين يتسلك تسلك البين الأرض يتسلك تقعد تعمل كده حتى من الاخر تعمل امبيتيشن وتريح دماغك. خلاص كده؟ يبقى ده دي في تي ماشي رقم اربعه من ضمن الكومبليكيشن حاجه اسمها
هو اللي كمان اسكيميك كومبلكس الناس اللي لسه طلع من العظم او اللي خدت العظم الموضوع ده هاخده بالتفصيل الممل في العصر حاجه اسمها بولكيمان اسكيميك كونتراكشن ده ايه يا جماعه انا هاخده سريعا بس كده كده هعيده تاني في العصر ان شاء الله ده موضوع كبير في العصر وبيجي اكتر في النظر لوحده اسكيميك بولكيمان اسكيميك كونتراكشن زي مثلا لو جيت تسجيل اي ارض واتدخلت بس قبل 6 ساعات عادي في الفتره ال 6 ساعات دي مش بيحصل مصدر كيمياء ولا لا؟ مصدر كيمياء ساعات شويه مصدر فايبر مصدر فايبر التخلص بتموت بس مش مصدر كان جاي مش عضله كلها بتموت لا ده شويه فايبر وده كتير بتموت المصدر فايبر دي لما تموت هتعمل ايه؟ تعمل فايبروزس لما تعمل فايبروزس هتعمل ايه في العضله؟ هتأثرها شورتي لما تأثر العضله هتعمل ديفورميتي مش كده ولا لا؟ لما اجي اخد بقى ان شاء الله في ديفورميتي في الابر ليمب في ديفورميتي في اللور ليمب الشهر بتاع ديفورميتي بتاع الابر ليمب لما انت حاطط الشورتي اللي في العضله هنا تلاقي تعالى قلبت كده خلاص قلبت كده ليه؟ لانك شديت على العضله اللي هنا خلاص هاخد الموضوع ده بالتفصيل الممل فين؟ في العضله بس هنا بس مجرد ايه نتيجه مصر ايه مجرد مصر اسكيميا او مصر فايبروز البولكيمات اسكيميا كونستراكشن وهاخد بالتفصيل هناك يبقى دي الكومبليكيشن بتاعت الايه؟ بتاعت الاكيد تعال نتكلم بقى على الكلينيكال بيكشر انفستيجيشن اند ديزيز كلينيكال بيكشر كلينيكال بيكشر سيادتك انا بقسمها لحاجتين كلينيكال بيكشر اوف اكيوت اسكيميا و كلينيكال بيكشر اوف ذا كوز ايه ذا موست كومن كوز كارديو ايه اف يعني عارف انت تلاقي فيه اريثميا ممكن تلاقي فيه بالبيتيشن اي سي تشينجز خلاص اللي هو بتاع التطبيق اللي لسه خدته ما تنساش بس لازم تدوها في الامتحان تعال نشوف كيف بيشرح في كيس الشفوي ده بقى مهم جدا مهمه في سمودات مهمه في شفوي مهمه في عملي مهمه في كل حته اللي احنا بنسميها حاجه اسمها 6 بيز وعلى فكره 6 بيز دي 6 بيز مش تحشيش دي مش تحشيشه يا جماعه ده هي اسمها كده 6 بيز اوف اكيوت سكيمي الدكتور بيتهيأ كده في الشفوي اصلا يقول لك كل يا ابني 6 بيز اوف اكيوت سكيمي ايه هم؟ رقم واحد بين نقولهم الاول وبعد كده نرسلهم واحده واحده رقم اثنين باراسيتي رقم ثلاثه بالسسنس ليس بالسسنس ليس بالسسنس ليس اقول 10 مرات كده يعني ابسنس اوف بالس تقعد تبص ليه؟ طبعا البالس ده يبقى بص مش كده؟ طيب رقم اربعه بالوس نتيجه اللي ايه؟ الكلوجر اوف البالس سبلاي رقم خمسه باراسيتس يعني ويكنس في العضلات رقم 6 المفروض كولدنس يعني رجلي تبقى ساعة بدل ما اقولها كولدنس فبقولها ايه؟ بروجريسيف ديكريز ان تمبريتشر عشان اسميها بي يعني مكتوبه كده في الكود بروجريسيف ديكريز ان تمبريتشر يبقى انا خدت ال 6 بي طيب بروجريسيف ديكريز ان تمبريتشر مفهومه بارتد ويكنس في العضلات مفهومه بالوس مفهومه بص انت لو قابل نص بص مفهومه باراسيتيا تنجلج ونمبرز ماشي بس عرفت تفهمها ولا لا دلوقتي البي في كرايتيريا اوف بي مهمه جدا ايه كرايتيريا اوف بي دي؟ يقول لك ده صابل صابل بيرستنج بين العيان يا جماعه فجاه بيصور والبين ده از ذا سايت اوف اوبستراكشن يعني لو عندي الاوبستراكشن هنا يقول لك يا دكتور ده انا في هنا رجلي هتنفجر من الحته دي ورادييتد ديستالي يعني بيسمع لتحت واهم حاجه والحمد لله نوت ريسبوند تو انرجيز شوف الحمد لله احنا طبقنا ان هو نوت ريسبوند انرجيز عشان هو ده العيان اللي هيجيب انت عارف لو كان بياخد اوتي كيتوكان ولا حبايه كيتوكان وارتاح اقعد بقى 24 ساعه يكون العيان حصل له جلجلين يبقى ده من رحمه العيان اللي هيجيب العيان هو البيت من رحمه ربنا ان هو نوت ريسبوند للايه؟ للانرجيز واحد يقول لك يا دكتور طب اتفضل ازاي البين والبارتيزي فرق واحد؟ بين ذا بيت باراسيتي يعني ديكريز كوست اوف سنسيشن مش كده في ديكريز ان سنسيشن يعني وقت واحد ازاي يجتمعوا الاثنين مع بعض؟ ما هو احنا بنذاكر يا ريت كده ايه نسال ازاي الاثنين يجتمعوا مع بعض؟ لا هما الاثنين وقت واحد بس خد بالك هقول لك حاجه وانت قاعد ويحصل لك فينجر ونمبر بيحصل فين؟ اللم كله انت محتار تمرين وخدان بيحصل لك تمرين وخدان فين؟ رجلك في صوابعك وفي رجلك من تحت امال البين انا قلته فين؟ عند السايت اوف ستراكش يبقى خد بالك النص اوف سنتيشن بيبدا من تحت لفوق اما البين بيبدا من فوق لتحت. ها؟
فخد بالك ان الاثنين في وقت واحد عشان وانت بتذاكر. الغوص والسيشن يا جماعه بيبدا من صوابعك من فوق، امال الضغط والستراكشر الفين بيبدا فين؟ فوق، يعني فوق بين وتحت ايه؟ تحت الغوص والسيشن. شفت دي بقى؟ فوق بين وتحت الغوص والسيشن، يعني الاثنين مكملين مع بعض اهو. خلاص؟ طيب يبقى ده الايه؟ ده الكلينيكال ريكشن. طيب الانفستيجيشن، الانفستيجيشن برضه نفس الكلام. لو جيت قلت لي انفستيجيشن هقول لك في انفستيجيشن اوف ذا كوز وفي انفستيجيشن بتاعت الايه؟ الاكيوتيف كيمبو. انفستيجيشن اوف ذا كوز ان شاء الله عدمك يا رب لو نسيت كلمه ايكو في الامتحان. لو نسيت كلمه ايكو في الامتحان مكتوب عندك في العنوان فوق، كلمه ايكو دي مهمه جدا. خلاص كده؟ بعد كده انفستيجيشن اوف اكيوتيف كيميا اللي اتكلمت عليها المره اللي فاتت. خلاص بقى؟ الدوبلر والدوبليك والانشيو. وعرفت في الانشيو هنا هلاقي كات اوف بس. كده؟ لا هلاقي لا اوف ولا كل اصغر. شكرا خلاص مش عايز الانفستيجيشن بقى. ادي الانفستيجيشن. ادي ما اقولش على التريتمنت بقى. تعالى سيادتك تخيل نفسك كده نايم اوعيه دمويه، نايم بصفر يعني، لابس البلط وقاعد في الطوارئ يا عيني لا بيك ولا عليك، وتلاقي الفجر كده بيدور عليك في الساوند سيستم على الطبيب فلان الفلاني يتنايل على عين قاله ويجي الاستقبال، شوف كده عيان بيتنايل على عينه ويجي يشوفه. خلاص كده بتتفزع انت طيب بتقوم نازل يا عيني وحاطط جهاز الدوبلر في جيبك، احنا اتفقنا قبل كده في الفصل اللي فات لكم جهاز الدوبلر ده اللي هو الفلو ميتري اللي هو التوي السماعه ده، كيف بوكيت صغير بيتحط في جيبك ونزل تشتغل. شفت يا عم السيك تي بيس خلاص، شفت الباص ابسنت حطيت الدوبلر سمعت، اتفقت المره اللي فاتت ان الصوت بتاع الاطفال سيستم ايه؟ لا ده صوت، انا بتكلم على صوت. تقوم حاطط كده مثلا على الله لين بتسمع تسمع تسمع فجاه ما سمعتش. فانت ما سمعتش يعني في هنا ايه؟ السايتوك اوبستراكشن، حددت السايتوك اوبستراكشن. يبقى انت السايتوك اوبستراكشن مثلا في المنطقه الفلانيه في الفيرمر مثلا او في الجلوتين. تمام. هتعمل الدخول مش كده؟ هتعمل عايزه دخول. هتعمل الدخول يا ترى؟ تسال نفسك سؤال. تسال نفسك. يا ترى انا هاخد عايزه اهو من الاستقبال على العمليات على طول؟ ولا اخده مثلا مش هعمل له انفستيجيشن براحتي الساعه 2 تعمل اللاب والاتاك انا تنزل بقى يبص عليه واخد بالك؟ ولا ترميه في الجسم بقى خلاص مش تفرق بالنسبه لك يعني. مش في ثلاث احتمالات، فدول ثلاث احتمالات هتلاقيهم في مستشفى الطوارئ، تبقى اي عيان على فكره، عيان في البيت الاسم لحد ما الدود ياكله، او عيان ساعه ساعتين اخر وتدخله على الحياه، او بتشوفه دايما كده في الطوارئ لما تروح الطوارئ هتلاقيه تلاقي عيان بيتاخد من الاستقبال جاي وتلاقي الاستقبال كله بيجري، وطول الاستقبال وما اعرفش ايه جاي من الاستقبال على العيان على طول، ولا من غير انفستيجيشن ولا نيمي، ولا بتاع انفستيجيشن بيشوفه اصلا. الله. يعني انا عايز تقول لي ان في ثلاثه كاتيجوريز؟ اه. في حاجه اسمها كاتيجوريزيشن اوف اكيد اسكيميا مهمه جدا. انا بقسم الاكيد اسكيميا يا جماعه لثلاث حاجات او ما اصح الثلاث رجلين، انا بسميها كده تعالى الثلاث رجلين. رجل انا بسميها فايبل ليمب، رجل ثانيه بسميها ثريتند ليمب، رجل ثالثه بسميها انفيزبل ليمب. خلاص بقى فايبل ساعه عيان ممكن تستنى عليه ساعه او اثنين تعمل انفستيجيشن براحتك بتاع الاسيرت يجي براحته خلاص تدخله العمليه. تريتن ده اللي هتجري بيه، ده اللي هتجري بيه منين؟ من فين دقايق؟ انا لو استنيت 10 دقايق جبتينه يعني بس تريتن. امال الريفيرسابول ده كان جريت اوريدي حصل ايه بقى في الايه؟ في الدخل فوق عبال ما تفكر تعمل له امبيتيشن وخلاص بقى. الكلام ده كان جريت حصل اوريدي خلاص بقى تمام سيبوا الدنيا الله. هاو تو ديفرنشيت بتوين الثلاثه ليفل دول كلينيكال. تعال نشوف انا هبص على ايه؟ هبص على اول حاجه الكابيلاري سيركيوليشن. هبص على الكابيلاري سيركيوليشن. هبص على السنسيشن. هبص على المصل باور والدوبلر اللي انا عملته اخباره ايه؟ وخلي بالك الدوبلر زي ما اتفقنا ان في دوبلر على الارضي ولازم تحط دوبلر على البين. هقول لك ايه دلوقتي؟ نمسك اول واحد فايبل ليف. الكابيلاري سيركيليشن هاو تو تست الكابيلاري سيركيليشن؟ حطها في البطن وانا هرجع اخدها في الكونيك اسكيميا. النيل بيت انك بتضغط على النيل بيت المفروض ان هم يا جماعه بتبيض. خلاص تشيل ايدك المفروض يحصلها تنشن يعني ترجع تاني. خلاص ده الكابيلاري. ما هي اول حاجه بتبص في الرجل ايه؟ الكابيلاري دي اول حاجه بتقفل. خلاص؟ طيب جابتك الكابيلاري سيركيليشن في الفايبل ليف زي الفل. يعني يقول لك ايه؟ تنشن اوكي عادي ترجع تاني. السنسيشن يقول لك مفيش نص سنسيشن يعني السنسيشن از كود. المصل باور زي الفل مفيش برضه ايه؟ ها؟ مفيش اي ايه؟ فاليبل.
بيقول لك الصدر على الارض والبين البين زي الفل بيتا والمفاجاه الكبرى الارض is audible. انت بتستقبل يابا ده الوضع طبيعي مش كده ولا لا؟ هو ايه اللي جابه؟ البين معرفش انا البين. طب البين فيه اكيد سكين وازاي اوضبل؟ لسه الخلاصه ما اتقفلتش لسه الخلاصه ما اتقفلتش بالتالي في افك لسه في دم بيجي من هنا ويروح فين؟ يروح كده شافوا العين الوحيده جه البين شفتها من كده امال ايه؟ ايش؟ اه انا لا هي كانت مفتوحه بس تقفل مش احنا قلنا في 10% لسه ما اتقفلوش لسه ما اتقفلوش ده مش ده ضحكتك ولا لا؟ تعالى زي الفل اه ده ممكن تعمل له انفستيجيشن قدامك ساعتين كده ضحكتك ودخله العمليه اه مش كده ولا لا؟ طيب بص بقى هيبدا يحصل سلوينج البلانشنج ده يعني هيضغط هيضغط تشيل ايدك هيرجع ببطء السنسيشن بدات تبقى ايه؟ تبقى لص في مايلد لص اوف سنسيشن في مايلد ويكنس اوف ذا مسل طبعا ما عادش بقى ان اودبل بس ما زال اودبل بين لسه ما حصلش ريفليكس بدل بلازما اوف ذا بين عيان زي ده انت لو ما لحقتوش الثانيه دي لو ما لحقتوش في النص ساعه بقى العيان هيخش في جهاز خلاص بقى اهو القصد مقفول الخلاطه دي مقفوله يبقى كبير هيحصل ده تي بي ورا امال الالفيز كله كل حاجه ضايعه مفيش كابيلاري مفيش تستيشن كومبليت مسلز انبودبل ساوند وكمان انبودبل بين طب ليه حصل الفيكس بوزز بدنك البين ده كده؟ الله كلمت ميت كل حاجه فيها ميت ده كبير الله يبقى سيادتك الجدول اللي عندك لو جالك ليجا فيكشن بتقوم على ليجا فيكشن وجالك تريتمنت هتقوم تسمع تريتمنت لان ده اللي بيحدد التريتمنت من الاول ده بيتكتب يا جماعه لو جيت طبعا هو صعب يجيلك في امتحان تريتمنت بس بس هو صغير قوي ما بينجيبوش امال هو بيجي مانج بس خلاص مانج من تقول انت بتكتب الجدول بس لو المفترض ان هو قال لك تريتمنت اوف امبوليك اكيوت اسكيميا قبل ما تكتب التريتمنت لازم تكتب الثلاثه دول ده اللي هيحدد لك انت متصابع ولا مش متصابع على العيان ماشي يا جماعه تعالى بقى نخش على التريتمنت ماشي ماشي انت في الاستقبال لسه برضه تعالى نشوف منظر الدكتور المقصوم خلاص كده اه النائب المقصوم اه النائب ده بيبقى مقصوم دائما وابدا المهم آه، انت خلاص بقى قررت ان هو اكيد سكيني ايا كان بقى هو سبريتنج هو ما اعرفش ايه تقوم جاي عامل ايه؟ سبريتنج تقوم جاي يا تفيد تعالى يا تفيد يا حكيمه يعني تفيد تعالى يا تفيد هاتي امبولين هيبقى وانت جاي خلاص هم عامل ايه؟ هم عامل حاجه اسمها immediate hebronization يعني ايه كلمه immediate hebronization؟ تقوم جاي مدي العيان ده اهو انترفينوس الاثنين امبول دول دايركت انترفينوس هو الهيبقى بيتاخد انترفينوس بعد ما بيتاخد سبكوتينيوس او انترفينوس انفيوجن ده اخر لا ده انا هدي ايه؟ اثنين انبوب هيبارين بسميه بولس انترفينوس انبول الهيبارين لو كلمت خطك ورحت بصيت عليه في الصيدليه هو انبول ب 100 ونص ولا 200 جنيه حاجه عبيطه كده هتيجي تبص هتلاقي مكتوب عليه 5000 واحد يعني كل انبول هيبارين قد ايه؟ 5000 واحد يبقى انا بدي قد ايه؟ 10000 وحده انترناشونال يونت اوف هيبارين بدي ايه؟ بولس انترفينوس ومش هسكت هقول للتفيدة برضه يا ريت تجيب انبول ثالث معاكي واحطه فين في المحلول. يعني هحط 5000 انترناشونال انترفينوس انفيوجن. كل 4 ساعات لحد ما اشوف هعمل ايه. يعني تاني انبولين بولس وانبول في المحلول. ده كل ده في الاستقبال. كل ده ايه؟ في الاستقبال. ايه كل 4 ساعات؟ خلاص كده اه كل 4 ساعات لحد ما اشوف يعني لو طبعا المفروض اتدخل قبل 4 ساعات. طب انا لما اتدخلتش خلاص ده تمام بس هو المفروض يكون انت فينس بتاع انت فينس انفيوجن في المحلول وخلاص طب وبعدين؟ سؤال هو الاول انا ليه دلوقتي بعمل امبولايزيشن؟ هو اللي بيعالج الامبولايز بيعالج امبوليك اكيد كيميا نفر هو ما بيكونش اوستراكشن امال ايه؟ اه حافظ على الكولاترا انا عينيا على الكولاترا يعني ايه؟ الامبولايز اللي جايه في السيتويشن دي يمنعها ان هي تروح تقفلها في الكولاترا الاكستنشن اوف ذا سومبس اللي انا قلت عليها السومبس اللي بتكبر عشان تقفل لي الكولاترا يمنع الاكستنشن اوف ذا سومبس يعني فائده الهيبرنايزيشن يا جماعه الكل اطفال شفتها من كده عينيا على الكل امال الاوستراكشن زي ما هو حصل حصل خلاص الهيبرين ما بيتفق ما بيفتحش اه ماشي بس على الاقل الايه؟ على الاقل الشبط والسوبر ما تقفلش
وخبرك ممكن الريفلكس اصل مش لوحده، هما ثلاثة كابتوا مع بعض بيحصلوا مع بعض. انا شفت اثنين خلاص الثالث ده مش مهم، يعني ممكن يبقى على الاقل ايه في شويه مفتوحين. طيب وبعدين عملت الميديا هيبرايزيشن قدامك يا استاذ ثلاث سكك بقى تمشي فيه. السكه الاولانيه بعد ما عملت الميديا هيبرايزيشن خلاص هايبرينوليتيك ثيرابي او امبوليكتومي او جريح دماغك وتعمل امبيتيشن. قلت ايه؟ هايبرينوليتيك ثيرابي اللي هو اللي انتوا حطوها في البطنه سيرتو كاينين يو كاينين والتي بي اي، بس انتوا خدتوا في البطنه حاجه هو ده افكتيف على الامبولاي؟ هو اصلا افكتيف على صور بطنه مش كده؟ سيرتو كاينين والهيرو كاينين والتيشو بلازمينجن اكتيفيتور ده مين اللي فين يا جماعه؟ الصومبس وليس الامبولاز، عشان كده هو مين في الصومبوتيك اكيتس كيميا وليس في الامبوليك اكيتس كيميا. وخدت قبل كده الحقنه لازم تتاخد في اول ست ساعات عشان ما يكونش حصل جنجرين، يعني بعد الست ساعات هات موبايل وخلاص الجنجرين حصل. طبعا مش ده مين لاين اوف تريتمنت في الامبوليك، امال ده مين لاين اوف تريتمنت في الامبوليك. طبعا الامبيتيشن لو جاي لك بعد الست ساعات خلاص تعمل امبيتيشن تطلع منها دلوقتي. خلينا نتكلم بقى على الايه؟ الامبوليك. ده مين؟ لاين اوف تريتمنت. مفيش هنا كونترا انديكيشن. It is an emergency. وانت ان في emergency there is no كونترا انديكيشن. والله لو ايه؟ لو هو عنده ليفر ديزيز. شوف انا قلت ايه؟ لو هو ليفر سيل فيلير وجاله كده هدي هيبرين. مفيش حل الا كده. ايه؟ ايوه لا والبايبل طز البايبل والسيد اللي بيفضل وخلاص اللي بيفضل ده ايه كده كده اعمل انفيتيشن بتكلم على البايبل والسيد الاثنين حتى البايبل هعمل كده الميجا سيكونايزيشن مفيش فيها اختلاف. طيب تعالى اتكلم على الامبوليكتومي بقى ذا مين لاين تاني عشان في الام سي كيو اوف امبوليك اكيد اسكيميا از امبوليكتومي. خلي بالك الصفحه ونص اللي عندك في الامبوليكتومي دي لازم تشافه ويكمل 35 درجه ممكن تشافه ممكن تقعد في الصفحه ونص ده ليه؟ لأن الآلة اللي بستخدمها في الإمبوليكتي اللي هي اسمها فوجالتي كاتيتر الآلة دي عليا عليا في الراوندات وعليا في شخص الدم. حاجة اسمها إيه؟ فوجالتي كاتيتر. هي يا جماعة أنبوبة طولها 120 سم آخرها بالونة كده. ممكن أنبخها وأفتيها في وقت ما أنا عايز. يقول لك بقى في الشكل إيه دي يا ابني؟ فوجالتي كاتيتر. بتعمل بيها إيه؟ إمبوليكتي. إزاي أعمل إمبوليكتي؟ ايه الكومبليكيشن؟ ايه التايمز؟ ايه البريكوشن؟ يقعد يتقلب فين؟ البريك لاين يتقلب فين ان شاء الله؟ هي فوجات دي مثلا يتقلب فين يعني؟ خلاص في الاستومك؟ لا يتقلب فين؟ خلاص كده؟ طيب تعالى اسالك بقى ازاي اعمل تعالى الاول هاخد الستبس الاول وخد بالك ان الستبس ما تتكتبش في الامتحان الستبس دي شكوى المصري. ازاي اعمل امبوليك؟ كان في معلومه في الاناتومي زمان كده ان في حاجه اسمها فيمورال تسمعوا عن حاجه اسمها البوفاندا؟ البوفاندا تمبراي؟ لا ما عليك. المفروض يا جماعه ان الفيمورال او اللي هم كانوا بيسموه كومون فيمورال خلاص المفروض الفيمورال بيكمل كده وبيطلع منه البوفاندا. ساعات بيسموا البوفاندا يا جماعه ده ديب فيمورال والفيمورال الاصل ده ايه؟ سوبرفيشال فيمورال. المعلومه دي حطوها في الاناتوم زمان ان الكومون فيمورال بيتطلع بسوبرفيشال وديب ده اللي هو اسمه البوفاندا والسوبرفيشال ده هو تكملة الفيمورال بقى اللي هو بيجي في الاخر يكمل بلوبيت. بس انت سيادتك هتيجي تشمل لو انت عندك الامبولاي هنا مثلا هنا تعمل ايه؟ تعال الاول طبعا ده سباينال انستيزيا او بلوكال انستيزيا جنرال مين يقدر عين كاردياك ومتنايم ما ينفعش فيه جنرال تمام؟ تقوم جاي اعمل ايه؟ افتح انجوينا انسيجن ادي سيادتك انجوينا ليجامنت بفتح تحت انجوينا ليجامنت زي فتحه الهرنيا ابقى اخدها في الهرنيا. طب وبعدين؟ ببين الثلاثه دول ركز بين الكومون والسوبرفيشال والدي وبجيب مشبك كده صغير اسمه بندق. جيب الالات برضه اللي عليا بندق ده مشبك صغير كده اهو واقوم جاي ماسك ده كده وماسك ده كده وماسك ده مثل المشبك ده ان هو نون تورماتايز يعني ما يعملش كومون بلاد فيزل يعني بعد ما بقفل بيه البلاد فيزل اجي اشيله بعدها بحطه من بره كده كلفت كده خلاص بشيله من بعدها البلاد فيزل يعني قفلته حنينه يعني وده من الالات اللي عليا بقى حاجه اسمها البولدوك. قفلت كده وقفلت هنا وقفلت هنا واقول لك دي فايده القفله دي دلوقتي. بعدين تقوم جاي اعمل حاجه اسمها ارتريوتومي. ارتريوتومي يعني تفتح الارتري لونجيتيودنال خد بالك. طيب هات الفوجالتي كاست
تعال عديها من هنا. سيادتك انت عايز تمشي فين؟ تمشي في السكه دي ولا في السكه دي؟ تمشي في السكه دي تشيل البطن ده. تعالى سيادتك عدي الفجار دي نفسها. عديها من السقف. عد. هتقابل الانبلاط. زق الاخطر. هتعدي من الانبلاط. هجاوب على كل الاسئله اللي في دماغك دلوقتي. تمام؟ وبعدين انفخ البالون. خلاص؟ وبعدين ايه؟ شد. هتعمل ايه في الانبلاط؟ هتاخدها معاك. تمام؟ هجاوب على الاسئله اللي في دماغك دلوقتي. خلاص؟ تعالى بقى نشوف الاسئله. واحد يقول لي يا دكتور هي هتعدي من الانبلاط؟ يقول لك ما تخشش كده. اه طبعا يعني معنى الانبلاط دي بطلت. يعني خد بس الدقيقه دي خلينا نعدي منها. واحد يقول لي يا دكتور طب ما هي ممكن الانبلاط يمشي ازاي؟ يقول لك صح. والسؤال اللي بيتسال الشكوي ايه؟ ازاي تتاكد يا ابني من البيتنسي بتاع الراجل؟ بيتنسي يعني ايه؟ يعني ازاي تتاكد ان مفيش لسه انبلاط ثانيه جوه؟ او ما اصح ان دي ما تزقتش فوق. ازاي تتاكد؟ حاجتين. بعد ما تشد يا جماعه لازم ولا بد اول ما تطلع حاجه اسمها باك فلو. باك فلو يعني ايه؟ في دم بيرجع معاك. في دم طلع. ما هو الدم اللي هيجي لك منين؟ فهمت؟ بس قاتل ده. يبقى المفروض الدم اللي جاي لك بعد ما بتشيل القسطره جاي لك من ايه؟ من هنا. لو ما فيش باك فلو يبقى معناها الستيل لسه فيه ايه؟ لسه فيه مسكاتش. ادي اول واحد. تاني حاجه لازم ولا بد تعمل دوبلر انت اوفر. لازم. يعني بتاع الدوبلر بتاع الاشعه لازم يوقف على ايدك. بعد ما سيادتك تعمل تخرج الفجار تكسر حتى لو انت متاكد ان في باك فلو لازم بتاع الاشعه يقول لك ايه؟ اه ده بقى بيتا دكتور. طب ستيل دوب بيتا. دخل تاني وايه؟ وسلك تاني. خلاص؟ طيب. سيادتك خلصت. تمام؟ شلت انت الامبولاي خلاص وخلصت الفجار تكسر. تعمل ايه؟ اهو. تقوم جاي قافل الفتحه بتاعتك. خلاص؟ تقوم جاي قافل الفتحه بتاعتك كده عادي جدا. تمام؟ وتقوم جاي شايل البندق ده وشايل البندق ده ولو سمحت هات حاجه اسمها بابا برين. بابا برين عارفينه؟ بابا برين ده برضه ضيق. هاته لا مؤاخذه تأثر بيه على الايه؟ على الارض. مش تقول هو انت وبين. لا بابا برين تعالى حط لوكال على مكان الفتحه بتاعتك. طب ليه؟ لان القاعده العامه يا جماعه ان اي ارتري لو لمسته ممكن يحصل ريفلكس بازو سبازم. يبقى انت يا فرحتي فاكر الاوبستراكشن هنا بس ممكن يحصل لك اوبستراكشن از تايب اوف انسيشن. فانت لازم ولا بد تجيب البابا برين وايه؟ وتنقط بيه وتكسر بيه على الارتري بعد كده تقفل الجرح بتاعك. ده تمويل. يبقى الكوليكتومي بتفتح انجوينال انسيشن تحط البندق هنا خلاص بعد كده تعمل الارتريوتومي عدل الفجار تكسر بعد ما تعدل الاوبستراكشن انفخ البالونه شد الفجار تكسر. اتفقنا ان انت تتاكد من البيتنسي من الباك فلو والدوبلر. اتاكد سيادتك تعالى في الجرح حط البابا برين. ده ازاي تعمل ايه؟ امبوليزم. التبس ديت نفس شفوي فقط. ما تتكلمش في المرض. تعالى بقى الدسكشن على التبس. اول حاجه. ايه؟ موجود يا جماعه والنبي كل كلمه بني ادم موجوده والله في الصفحه اللي بعدها. هي في الدسكشن. ارضيوتومي يعني بفتح الارض. كلمه ارضيوتومي يعني بفتح الارض انا قلتها. انسيجن ده بيجيل انت بتجيل ليه؟ انسيجن ده هنا عشان انا قلت افتح انجوينا انسيجن بعد كده اجي على الارتري اقوم عامل ارتريوتومي خلاص؟ ايه؟ ايه ده؟ عادي مخيلات الفرج عليا في الفيلم ليه؟ انا مش اي فيلم ممكن اعمل له فيلم اي ارتري ممكن اعمل له فيلم انا هاخد النهارده الارتري دي مش الفيلم بتاع الارتري دي فهمنا الستيبس يا جماعه؟ تعال نشوف من اي اسئله يسال لي عشان ممكن يكون تخيلكم غلط تخيلكم غلط. ما هو ايوه انا ليه انا عايز اقفل الدم؟ انا مش كده قلت لك اهو ادي الفيمرال وادي ده كده انا قلت بحط بندق فين؟ بندق هنا وهنا وهنا قلت لك فشيل ده لما اجي بعدي. طب ايه فايده الدم ده؟ ان انا امنع الدم اللي هو يجي هنا عشان هشوف الباك فلو. انا لما اجي بفتح وبشيل القسطره المفروض في باك فلو يجي لي. لو انت فاتح ده الدم هيفضل جاي لك من فوق مش عارف اذا كان الباك فلو ده جاي من هنا ولا جاي من هنا. ايه تحطه بعد كده شيله مش هقول من الاخر هو شايل البندق بتاعي. ايه ده
ده بحطه بس كده عشان اعمل ايزيشن بعد كده افتح خلاص. يعني ممكن ما احطش هنا من القصر مش هتفرق بالنسبه لي، يعني ده ممكن ما احطوش خلاص كده، يعني ده ممكن ما احطوش، بس هي الفكره كلها لازم احط على ده وعلى ده. ليه؟ عشان البليدنج جاي في البليدنج من هنا ومن هنا، عشان الباد فلو اللي هيجي لي يبقى جاي لي منين؟ قصدي عايز يكون جاي لي من هنا مش كده ولا لا؟ لان ده مقفول وده مقفول، ده فايده البوزو ان انا امنع البليدنج من هنا من الحاجه الثانيه. ليه؟ كده وانا بشيل الامبلاي. ايوه تعدي الناحيه الثانيه ازاي؟ صعبه صعبه. انا الامبلاي وانا بشيل ده وانت قصدك تعديلي كده؟ لا دي صعبه قوي صعبه قوي، يعني لانها بتتعلق على البالون. يعني مش انا دلوقتي انا فتحت البالونه كده والامبلاي هيك، هي بتشبك في البالونه وهي طالعه، يعني صعبه قوي ان هي تسيب البالونه وتيجي كده. ولو جت يا سيدي ما هو بتاع الدوله واقف معايا، بتاع الدوله ايه واقف معايا بيطمن لي على الباس بروسيس بتاع الدوله ده كله، مش الحته دي بس، بيشوف لي ده وبيشوف لي ده وبيشوف كل حاجه، وانت هو قال لي كل حاجه كويس خلاص. بس هي صعبه قوي ان الامبلاي تعدي الناحيه الثانيه، ولا عدت تشيلها مش تفتح برضه هعدي الفوجاز بس فين؟ الناحيه الثانيه. فلو ما كانش معايا الامبلاي ده اكيد لسه جوه. خلاص؟ اي اسئله في الستبس عايزين نبقى مفهمينها. لو في اي واحد خياله ها طار في اي حاجه يقول مش مشكله يعني. ليه؟ على الستبس من بره. قلت ده هشوف في الالات عامل زي الكليبس كده. حط من بره. ايوه من بره، ما انا قلت ده كليبس عامل زي المشبك، مشبك الغسيل. حطه من بره كده. دي يعني صعبه. ايه؟ لا لا انا شفت، انا قلت ايه؟ انا بعمل ببين، لازم ابين الثلاثه دول. يعني بعمل ديسكشن لحد ابين الثلاثه دول. اول ما ابين الثلاثه دول واحط بولتس من بره كده، طب انا ما بديتش تحت قوي. لا ده هو بس مجرد على يعني مثلا من هنا ممكن احط هنا كمان، مش تحت قوي كده. خلاص بس يبان، انا قبل ما بشتغل لازم ابين البيزل. ببين الكومن سمر بدفعته الاثنين. خلاص؟ ها؟ اي اسئله في الستبس؟ الستبس ديت الفهم للشكوى. ولو الامبلاي بقى على الستيب بتاع الترميشن بتاع يعني هنا؟ افتح فوق شويه. المشكله ايه؟ بامب الفجارتي. يعني ايه؟ دخلها يا سيدي، عايز تدخلها من هنا دخلها من هنا مش هتفرق. انت عندك امبلاي اهي، انت عايز انظر تسقها كده ولا تسقها كده؟ ما تسقها في اي حته. عايز تسقها في الاثنين مفيش مشكله، عايز تسق كده وتشيل، اتاكدت ان هي اتشالت، عادي الناحيه الثانيه وسقها برضه. المهم ان بتاع الدكتور يقول لي ايه؟ ان هو بقى بيتا. هو مين بتاع الدكتور اللي جنب مني ايه؟ ان هو يقول لي ان الدنيا بقت كويسه خلاص. دخل هنا دخل هنا مش هتفرق. خلاص واحد يقول لي طب لو فوق مفيش مشكله، ما تفتح كده وتعالى عدي. عدها من تحت لفوق. انا برضه عشان انا اتقلبت. يعني انا بدي اتقبل بس ان هي لو تحت ممكن يبقى الاستكشن فوق. طب ما انا هي اياها، انا كده برضه اعمل كده واقوم داخل جايبها من فوق وجاي. فهمت؟ طيب دي الستيب. دي الستيب. تعالى بقى اسئلتك على الاسئله اللي او العناوين اللي بتتكتب في الامتحان وفي نفس الوقت الدسكشن على الستبس. اول حاجه اقول لك ايه التايبس اوف امبوليكتوم؟ هما ايه؟ والله الامبوليكتوم نوعين. في عندي الديليز، في عندي الايرلي او الامبيديال. الامبيديال او الايرلي اللي هو اقل من 6 ساعات. ماشي معروف. ديليز بعد 6 ساعات. نعم. يا عم الحاج انت قلت لي بعد 6 ساعات الجنجرين حصل وكده كده الامبيوتيشن تمام. ايه تجيب؟ النقطة دي إذا كان الجنجرين حصل خلاص. هو الجنجرين حصل. يبقى إيه فايدة الدليل الإمبوليكس اللي هو بعد 6 ساعات؟ عشان ما تتكسرش الأمبيوتيشن. عشان إيه؟ أقلل ليفل الأمبيوتيشن. يعني بصوا يا جماعة، أنا لو عندي الليمبايد المفروض الأوبستراكشن مثلا سي فوكس تمام؟ هو الجنجين لما يبدا يحصل من هنا تحت لفوق مش كده؟ طيب يا سيدي انا لو سبت العيان ده بص هنقطع فين؟ هنقطع لحد يعني لو سبت طب ما الضاد عيان جاي لي بس الجنجين في لفوق ايه رايك؟ فتقطع كده والحته دي تعمل امبوليكس وتسيب الحته دي يبقى تاني مثلا بدل ما تقطع بلوني بدل ما تقطع سوري اضافني تقطع ايه؟ تقطع بلوني خلاص كده فهمناها. يبقى فايده الديليت امبوليكتومي كلمه واحده تو لور ذا ليفل اوف امبيتيشن. امال واحد جاي بعد 24 ساعه بقى جنجين وصل لحد هنا خلاص هاتش فاليو خلاص يبقى الديليت ده اللي هو من 6 ل 24 يعني ده هو من 6 لايه؟ ل 24 خلاص ده بعد 24 ساعه يبقى بيستهبل بقى خلاص هاتش فاليو بقى خلاص. امال واحد جاي مثلا 8 ساعات 8 ساعات ده لسه جنجين حصل في الفوت بس خلاص طب ليه بقى تقطع له ده كله؟ الحته دي كلها ممكن تعمل ايه؟ اعمل امبوليكتومي هنا وقطع هنا ان ده يبقى فايده الديلي امبوليكتومي كلمه واحده تو لور ذا ليفل اوف امبيتيشن. تعالى سيادتك قول لي ايه الكومبليكيشن
ديفينيشن اوف امبوليزم مهمة جدا. انت عندك الاوبستراكشن فوق عند الفيمر تمام؟ اوكي يا جماعه عندك الاوبستراكشن عند الفيمر. انت لو سبت العيان حطب فيه جنجرين مثلا لحد 48 ساعه الجنجرين هيقف لحد فين؟ هو الجنجرين بيبدا من تحت لفوق كده ولا لا؟ هيقف لحد هنا هتضطر انك ترفع عند الشرط الاوبستراكشن كده؟ طب نفترض ان هو جاي لك في 8 ساعات، يعني الجنجين لسه ما طلعش لحد هنا، هو طلع فين؟ لحد هنا بس، خلاص؟ طيب، انت لو قطعت لحد كده وسبت الرجل، الحته دي برضه هتبقى ايه؟ تبقى جانجونس، يعني ده فيه بصاش، طب اعمل ايه؟ اعمل امبوليكتومي وبعدين اقطع كده. بدل ما تقوم جاي قاطع كده بقى واحده فوق، فهمت؟ يبقى فايده الديلي الامبوليكتومي مع ان في جنجين حصل، بس تقول له ده ليفل اوف امبيتيشن، بدل ما تقطع هنا تقطع فين؟ تقطع. هو اه زي الفيلم اللي عارف ده هو بدأ في الحته ديت وما استفادش حاجه من المكان. بالظبط. والتايمنج هو الفيلم بدأ امتى؟ خلاص بعد 6 ساعات يبقى الجنجين موجود والكابيلا اللي تست مش في كابيلا اللي تست وانت الكابيلا اللي تست نص في جنجين ده هو الكونكس كده. وانت الكابيلا اللي تست نص يبقى في جنجين بقى خلاص جوه. اعرف ان هو الحته في الثانيه ولا الحته الثانيه. اعرف ان هو الحته اللي واخد السوق بس خلاص انا يعني لسه بس فيما اوكي مش في حاجه اسمها لاين اوف ديمارشن لاين اوف ديمارشن اعملها ناخد الجنجين هقول لك التفاصيل بتاعت الجنجين مش بتوصلش خلاص اللاين اوف ديمارشن ده حاجه تكون باينه على السكين برضه تكون باينه على السكين ايه برضه بيبدا في المنطق منين؟ من تحت لفوق اي جنجين بيبدا من تحت لفوق حتى لو هو في المنطق او حتى لو هو في السكين خلاص كده بيبدا منين؟ من تحت لفوق مش حاجه اسمها جنجين في الحته اللي في النص دي خلاص لان الفاسكولاريتي تحت اقل من فوق في كل حاجه في العضله وفي السكن وفي كل حاجه فالجنجين دايما بيبدا من تحت لفوق. طيب كده احنا خدنا الستب وخدنا التايب اوف امبوليكتومي كومبليكيشن اوف امبوليكتومي نوع الاوعيه الدمويه هو الفاسكولار سيرجري احلى حاجه عندهم الامبوليكتومي هي عمليه 10 دقائق خلاص تاخد 10000 جنيه. ده ما شاء الله كل واحد بيعمل له 3 4 امبوليكتوم في اليوم ياخد على قلبهم قد كده. نقع عليهم شويه. خلاص بس يوم ما بيقابل كومبليكيشن واقع يعني مش بقى علينا بقى نشرب احنا والاوام يعني بيعملوه على نفسهم. خلاص كده؟ اه بيجي له الكونتنت بسبب الكومبليكيشن. كان عندي 2 كومبليكيشن مصايب. ايه هم بقى؟ حاجه اسمها كومبارتمنتال سندروم حاجة اسمها ايه؟ كومبارتمنتال سندروم. الحاجة الثانية حاجة اسمها ريبرفيوجن سندروم. حاجة تموت الرجل يعني تدخله بجنجرين بعد ما تعمل امبوليكتومي والحاجة الثانية تموت العين الشخصية. وعن يقلص الشرف امبوليكتومي. ازاي؟ اسمها حاجة حاجة. كومبارتمنتال. يعني ايه؟ كان زمان كومبارتمنتال الأول. سيبنا نجيب الفيوجن كومبارتمنتال سندروم. كان زمان السايت كان في حاجه اسمها الفاشي لاتا او السايت مش كده؟ وادي البونه اهو الفاشي لاتا كان مرسم لي سايت كومبارتمنت مش كده؟ كله كومبارتمنت مقفول على بعض على نفسه. طيب انت عندك البلاد فيزل ماشي زي مثلا في الكومبارتمنت يبقى عندك هنا في شويه عضلات كده تمام؟ انت عندك الليمبه وادي الفيزل انت حصل المستشفى. تعال نشوف ايه اللي هيحصل. خلي بالك كومبارتمنتال هتحصل ولا تحصل مع كل العيال. يا ده حصل المستشفى. الدم اللي هنا يا جماعه اخباره ايه؟ التيشو اللي كان عايش على الدم اللي جاي. اه يعني عمل حاجه اسمها اميوبيك ميتابوليزم. هيبدا يشتغل اميوبيك ميتابوليزم مش كده ولا لا؟ يقول لك قاعدة عامة من زمان كده في البطن في الفيزيولوجي هو اللي تحت يقول لك خلاص كده مفيش حاجة داخل من فوق في سكريشن ماشي من فوق ماشي من فوق لا هو اللي يجي كده ايه اللي بيجيبه؟ القلب الضخة بتاعت القلب هي اللي بتصب انت قفلت هنا خلاص ده ما عادش هيقف خلاص كده سيجمنت بلاد. طيب سيجمنت بلاد مع اليوب الميتابوليزم طلع لي حاجة اسمها اوكسجيناليكا حاجة اسمها ايه؟ اوكسجيناليكا خدتها عند الطبيب مش بمان اوكسجيناتيك دي بتعمل ايه؟
تختار لك اي حاجه قدامك. اللي هي اول حاجه هتقابلها ايه؟ الاندوثيليا. الاندوثيليا ده هيطلعوا ايه؟ هيتاخر مش كده ولا لا؟ طيب تعالى انت خلي بالك في اي عيان الموضوع ده انت محضر الاستشنيشن في البلاط الاوكسجين اللي طلعت عمل ايه؟ استشر الاوكسجين. تعالى سيادتك ها؟ من التابلت بتاعك تشوف بعد استنى في البلاط. سيادتك تعالى انت في الكلام اكيد انت مستشفى الدم جاي كده تمام. ربنا خلق الاندوثيليوم ده ليه؟ البلاط بارير البلاط بارير اسمع من البلاط بارير اللي هو يمنع لك ان الكونتنت بتاعت البلاط تخرج بره. ايه اللي هيحصل في الانجر البلاط بيدل ده؟ هيقوم الكونتنت دي اللي هي معظمها ووتر الوتر ده هيطلع بره. هيطلع فين؟ الانترستيشن تيشو خلاص كده؟ يعني هيطلع فين؟ هيطلع هنا اهو مش كده ولا لا؟ ايه اللي يحصل؟ انت عملت البوليت من النهارده يجي يوم العمليه بالليل ده رجل عايز تفخ حصل تجيب الكيمة ده نتيجة ايه؟ اكتيفيشن اوف فلويد فين؟ كوبات مش ده؟ سؤال مش كوبات ده مقفول على نفسه؟ ايه اللي هيحصل في البريشر هنا؟ دي ايه اللي يحصل؟ يكون بريشر على الارض بس الماضي منين بقى؟ من بره. ايه اللي يحصل؟ ري استيميا استيميا مش ايه؟ تاني انا هقولها تاني بس يا ريت الناس ما تصدقش. تاني حصل استجنيشن حصل ما تصدقش على تمام استجنيشن البلد استجنيشن في وجود الهيموت ميتابوليزم هيطلع اوكسجين الاوكسجين دي كان هتعمل ايه؟ تبص في المذكره ما هو اللي هتبص له عشان تبص في المذكره كل حاجه بقولها والله موجوده يا جماعه خلاص حصل ايه؟ الانتراكشن فين؟ في الاندوسيليا شوف ايه؟ الاوكسجين دي هتطلع الاندوسيليا تعالى سيادتك فيك انت الاوستراكشن عملت امبوليت الدم جاي هنا كده الدم ده 5% منه ووتر مش كده ولا لا؟ بلاد باري ربنا خلق الاندوسيليا عشان يمنع ان الوتر ده يبقى ديفيوز مش ايه اللي هيحصل؟ الوتر ده كله هيطلع هيطلع فين؟ في الانترستيشن الانترستيشن ده اللي هو فين؟ اللي هو ده اهو مش كده ولا لا؟ عندي مشكله ان ده كومبارتمنت مقفول كلوز مش كده ولا لا؟ ايه اللي هيحصل في البريشر هنا؟ البريشر هيعلى هيضغط على البيزل من بره هيقوم ايه اللي هيحصل له؟ هيقفله يحصل ايه؟ ري اسكيميا يعني كانك عملت امبوليكتوم النهارده يوميها بالليل ايه اللي يحصل؟ اسكيميا من جديد بس الماضي الاسكيميا بقى مش من جوه البيزل فالاسكيميا منين؟ من بره البيزل لا والانح بقى ده مش يضغطك على البيزل وبس مش هيضغطك على العضلات ايوه يعمل لك ايه؟ رابتو مايو لايتس يطلع لك مايو جلوبين يروح على الكدني يعمل رينال فيلير اللي هي اسمها كراش سندروم يعني هيضغطك على المصل ويضغطك على البيت يضغطك على البيت يعمل ايه اسكيميا يضغطك على العضلات يكسرها يدي مايو جلوبين يروح على الكدني يعمل رينال فيلير يعني عشان كده سميتها كومبارتمنتال سندروم كومبارتمنتال يعني ايه؟ كومبارتمنت مقفول على نفسه عايز تقول لي اي عيان يحصل فيه كومبارتمنتال حلها ايه؟ كله مفيش عيان مش هيحصل له كومبارتمنتال لازم اعمل اه صح افيد الفاشيا لازم اي صح يعني اعمل ايه بقى؟ حاجه اسمها فاشيوتومين ازاي؟ تعرفين بعد ما اخلص الامبوليكتومي خلاص انا خلصت الامبوليكتومي اهو يا ابنك بدل المشرط الواحد عنده سادس تعرفين السادس هو الواحد تعذيب اللي هو عنده مقطع التعذيب اه هو انا جاي دي بقى في الليمب بص يا جماعه يقول لك ايه دايما القاعده العامه في الكود بيقول لك ايه دونت كير تو ذا كوسموتيك اوسيليشن بقوم جايب المشط انت عارف الليمب مثلا الاوستراكشن هنا خلاص لحد تحت بقوم جايب المشط في الاول كده 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 بشاره الرجل بفتح كده بفتح خط دنيا بفتح فاشيا كل ده شوف انا بعمل ايه كده 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 وبعدين مقرر مسير الجلد مفتوح كل حاجه مفتوحه سكن فاكوتينيا فشل لازم كل ده مفتوح في الشارع كل الحرايق كل الكومبارتمنت طبعا مش عايزين نخش في التفاصيل في عند اربعه كومبارتمنت هنا ثلاثه هنا كل واحد دول ازاي اللي اكتشف اماكنهم فين بالظبط مش مخصصه دلوقتي المهم انا هم جاي ايه الجلد مفتوح والفشل لازم مفتوح في الشارع هم غطيلات الشاش كده هو غطي الشاش وخرج العيان وعنده ايه الجوز كلها مفتوحه العيان ده والجرح ده هيطلع ايه؟ هيقعد يطلع فلويد مش كده؟ فلويد اللي هي عماله تطلع عماله تدخل لبره لمده من خمس لسبع ايام
لحد ما الجلد ما جاش ينشف ما عادش يطلع. ده معناها ان ايه؟ ما حصل ريجنريشن للايه؟ للاندوثيليوم. دخلوا العمليات تاني وقلت له جرح. ايه؟ وقلت له جرح. تاني ما حصلش جرح. تاني